وتوفيقك وتسديدك أمير المؤمنين وحامي حمل الملة والدين مولانا محمد السادس الذي يرعى القرآن الكريم ويرعى المدارس العتيقة ويرعى العلم والعلماء. اللهم احفظه بما حفظت به هذا الذكر الحكيم. اللهم احفظه من بين يده ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. اللهم اجعله مفتاح للخير وأجل الخير على يديه. اللهم قيد له البطانة الصالحة والحاشية الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق وزراءه وولاته وعماله وجميع المسؤولين في هذا البلد الأمين لما فيه عزة البلاد والعباد والإسلام والمسلمين. اللهم احفظه في ولي أهله وفي شقيقه وفي أسرته وفي شعبه المتفاني في حبه والملتف من حوله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مبارك مرحوما وجعل تفرقنا منه موفقا سالما معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيقا محروما. من كان سببا في بناء هذه المدرسه وتشييد هذا السحر، اسال الله تبارك وتعالى ان يجازي الجميع، كل من اعان ولو بكلمه ولو بخطوه، وكل من ساهم من قريب او بعيد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه عمله وان يجعل هذا العمل مدخرا يجدون حسناته وبركاته يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين القيمون والمشرفون المشرف طاقم التربوي الاداري، اللهم وفقهم. الجمعيه اللهم وفقهم ما يحب ورده طلب، اللهم افتح بصائرهم، اللهم نور سرائرهم، اللهم اجعلهم من العلماء العاملين ومن الصالحين المصلحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم جميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.
Thank you.